السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الاقتصادية من قناة الشروق. نبدأها بالعناوين. وزارة الثروة الحيوانية تعلن خلو معظم مناطق الإنتاج من مرض الحيوان وتؤكد الجاهزية للتصدير للخارج. اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات توصي بالإسراع باستكمال صيانة الباصات المعطلة عن العمل. مجلس الوزراء يكشف عن اتجاه لزيادة فرص توظيف الشباب بمناطق الإنتاج النفطي. أهلا بكم. أشاد عادل فرح وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بدور المنظمات المحلية والدولية في تعاونها مع الوزارة في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية المستوطنة والعابرة للحدود عبر الدعم الفني واللوجستي. وأعلن الوكيل خلال لقائه بمكتبه مدير المفوضية الأوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية والزراعة العالمية الفاو بالسودان، أعلن خلو معظم مناطق الإنتاج والتصدير من مرض الحيوان، مشيرا إلى الجاهزية للتصدير لدول الجوار والدول العربية والأفريقية. من جهته قال دكتور شاهين بيومي مدير المفوضية الأوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية إن السودان وصل إلى المرحلة الثانية في الاستراتيجية والخطط لمكافحة المرض، ويتهيأ للدخول في المرحلة الثالثة والتي تستهدف المناطق الحدودية ويتم فيها إعلان خلو السودان من الأمراض. أوصى اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد بالإسراع باستكمال صيانة الباصات المعطلة عن العمل فضلا عن صيانة الطرق العامة بولاية الخرطوم، لا سيما نفق مركز عفراء التجاري. جاء ذلك لدى اجتماعها اليوم بمجلس الوزراء برئاسة دكتور يوسف آدم الضي وزير ديوان الحكم الاتحادي. وفي ذات الشأن اطمأن الاجتماع على كافة الترتيبات الجارية لتشغيل قطار المواصلات العامة بولاية الخرطوم والذي سوف يتم تدشينه صباح غد الأربعاء، كما تم استعراض تقرير عن موقف مساهمة العربات الحكومية في نقل المواطنين. استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الطاقة والتعدين حول ما حدث في بعض حقول البترول في منطقة بليلة، مبينا أن التجمعات الشبابية التي كانت قد اعتصمت بمطار المنطقة كانت تنادي بتوسيع فرص التوظيف لأبناء المنطقة باعتبار أن هذه الحقول تقع في مناطقهم، كما طالبوا بأن تقوم الشركات العاملة في المنطقة بتقديم الخدمات الاجتماعية للسكان المحليين في إطار المسؤولية الاجتماعية لهذه المؤسسات. وقال وزير الثقافة والإعلام إن وفدا من الجهات المختصة زار المنطقة ووقف على أسباب المشكلة واجتمع مع ممثلين للشباب، حيث تم التوافق على زيادة فرص توظيف شباب المنطقة وإدخال وزارات أخرى في الحلول من خلال إيجاد مشروعات تنموية تسهم في استخدام أعداد كبيرة من هؤلاء الشباب، بجانب الاتفاق على مجموعة من الخدمات الاجتماعية ستقوم بتنفيذها الشركات والمتمثلة في بناء المدارس والمراكز الصحية والمرافق الأخرى. أعلن المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم عن جائزة التميز الحكومي والتي تتنافس عليها وحدات ولاية الخرطوم المختلفة وفق شروط محددة يتم إعلانها بصورة عامة، والتي ستكون سنوية بهدف الوصول إلى الأهداف المشهودة. وقال اللواء ركن صبري بشرى ممثل والي الخرطوم إن الولاية تجعل من الابتكار خطوة لتجويد الأداء، مشيرا إلى أن الجودة والابتكار تسهم في الوصول إلى الارتقاء بالعمل مما يزيد الإنتاج ويحقق التطلعات. من الجائزة التي أعلنت اليوم تمثل مدخلا للجودة والتميز، وهي بمثابة فرصة للتنافس بين مختلف المؤسسات والأفراد والتي بدورها تسهم في تطوير وإصلاح الخدمة المدنية. ونحمد الله سبحانه وتعالى خلال الفترات السابقة من عام 2012 كان في تثقيف لأمر الجودة، والآن نحن بصدد تقييم ذاتي، وتم التقييم الذاتي في بعض مؤسسات الولاية، وحنكمل إن شاء الله التقييم الذاتي لكل مؤسسات الولاية. من خلال التقييم الذاتي بيكون في مشاريع للتحسين بإذن الله سبحانه وتعالى. كل وحدة من الوحدات هتكون عندها عدد فجوات، الفجوات دي هنسميها مشاريع للتحسين. هذه المشاريع إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى هيكون برنامجنا خلال عام 2020. استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء إلى تقرير من وزير الري والموارد المائية حول اجتماعات اللجان الفنية لسد النهضة والتي عقدت مؤخرا بأديس أبابا.
وأوضح فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام في تصريحات صحفية أن هذه الاجتماعات هدفت لمعالجة القضايا الخلافية بين الدول الثلاث، مبينا أن وزير ري أكد بأن الاجتماعات كانت إيجابية وحدث فيها تقدم ملحوظ، حيث تم حصر نقاط التفاوض الستة وقال إن هناك نقطتين خلافيتين تمثلتا في عدد سنوات ملء سد النهضة، مضيفا أن هذه السنوات قد تصل إلى 7 سنوات أو تقل عن ذلك اعتمادا على هيدرولوجية النهر وحجم المياه المتدفقة فيه، بجانب الخلاف حول قضية حجم التصريف السنوي خلف السد. وقال وزير الثقافة والإعلام إن النقاش سيستمر خلال 3 اجتماعات المتبقية للجان الفنية بشأن سد النهضة، وقال هناك أمل كبير في التوصل إلى حلول للأطراف الذين توافقوا على جزء كبير من معامل وإجراءات الأمان حول سد النهضة، ولا تزال هناك بعض النقاط المتبقية. شكت قطاعات واسعة وفئات متبعية بالولايات الشمالية من الارتفاع الجنوني للأسعار بصورة عامة، وما تشهده الأسواق من ترد واضح وعدم انتظام بين حركتي البيع والشراء، ونادى مواطنون بضرورة تفعيل الدور الرقابي للأسعار. في ظل ما تشهده الأسواق بما تصفها القطاعات المختلفة هنا بالولايات الشمالية من مظاهر للجشع ومفارقات الأسعار وعدم توازن المعروض بما هو مستهلك، يتجه البعض إلى وصف الحالة الاقتصادية بالمتردية، مردها الحالة السياسية في مراحلها الأساسية. يعني نناشد كل المواطنين إنه يكونوا رحماء على المواطنين، على كل الباعة والتجار وفي الأسواق يكونوا رحماء على أهلهم والمواطنين، وهؤلاء جزء منهم. فطالما حصل تغيير نحن نتمنى إنه يا جماعة الناس تترك لنا الموضوع، يعني الجهات الحكومية المختصة يكون في رقابة دائمة للأسواق وللأسعار، ويكون في رقابة وندعي التجار عدم الاستغلالية والجشع. الحالة الراهنة للأسواق وحركة البيع والشراء يبعث البعض الآخر من مواطني الولاية برسائل في بريد الحكومة الانتقالية، ولكن رسالة السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بنناشد بشدة إنه لسه إحنا شايفين جشع وبشع في جميع أنحاء السودان وبالأصح الولاية الشمالية. الولاية الشمالية التي تنعم بخيرات عديدة. السلام وملفات السلام هي بأهمية بمكان، ولكن لابد من الالتفات لمعاش الناس. فالدولة فيها التخصصات الكافية بأنه ناس يكونوا في ملف السلام وناس ينتبهوا لمعيشة الناس. ففي غلاء في الأسواق والثورة السودانية يعني فيها المتطلبات الحرية والسلام والعدالة، وفي دافع كبير كان دفع الناس انه يطلعوا للسوار المعيشة وغلاء المعيشة وتعب الناس. مواطنون وتجار ومستهلكون بفئاتهم المختلفة يتفقون في كل ما يعتري الأسواق من ترد وعشوائية في سبيل الحل والمعالجة، وإن يرون الحل بعيدا عن الأمان ما لم تتخذ إجراءات شديدة الصرامة. بصورة عامة كده صراحة يعني المواطن السوداني في كهله كل القلاء الحاصل له، وهو المتضرر الأساسي. نحن ندعو يعني الحكومة الانتقالية لأنه تقوم بالإصلاحات الاقتصادية السريعة وتطع فرص تطع خطط لأنه يا أخي الاقتصاد يمشي لقدام إن شاء الله. وشكرا، ونتمنى من أنه الناس المسؤولة هسي حاليا يرجعوا للسوق وينظفوا لنا الناس القدام، لانه الناس القدام هم اللي صايدين الغلا وهم المبشرين الناس وهم المعزمين البشر. فالكلام ده بيرجع للشغل القديم، ما زال موجود ولليله موجود جوا البلد. دايرين الغلا ده يقيف، ارجعوا للناس التجار القدام، هم المغلين البلد وهم المبشرين السوق وهم المسيطرين على كل شيء. وتظل حركة البيع والشراء على حالها مستمرة برغم ما بالأسواق من غلاء وعشوائية وانعدام للرقابة. غلاء في المعيشة وارتفاع في الأسعار وتصاعد في حدة الظروف نحو مزيد من الفاقة والضيق في انتظار الفرج والسعة. أحمد هلال الشروق، الولاية الشمالية، دنقلة.
طالب مواطنون أيضا بولاية جنوب دارفور السلطات بالتصدي لظاهرة انفلات الأسعار في الأسواق، خاصة أسواق الولاية، أن أسعار السلع الاستهلاكية التي تضاعفت بصورة فاقت قدرة المواطن البسيط. وأشار عدد منهم إلى جشع التجار والمضاربين في الأسواق والذين استغلوا عدم وجود الرقابة، مشيرين إلى الإمكانيات والموارد الطبيعية التي تذخر بها الولاية. ارتفاع جنوني للأسعار بولاية جنوب دارفور، خاصة أسعار السلع الاستهلاكية التي شهدت تصاعدا فاق التصور، حتى أصبحت أغلب الأصناف الاستهلاكية غير متاحة لفئة عديدة من المجتمع، وذلك لتضاعف أسعارها يوميا، فضلا عن زيادة تعريفة المواصلات، الأمر الذي أفرز ردود أفعال كثيرة في المدينة. الغلا دي بالمناسبة مفتعل، لأنه ما ممكن أساسا عندنا البصل في هذا البلد، البطاطس في هذا البلد، عندنا بالمناسبة يعني الحاجات الموجودة في البلد، الزيت، كل شيء منتج بتاعنا في البلد ده يكون أسعار غالية زي ده. فدي بالمناسبة علينا كمواطنين والله تعبانين تعب شديد جدا. الواحد لو لقيت 400 جنيه ما بيحل لك مشكلة، لو لقيت 500 جنيه ما بيحل، لو لقيت 1000 جنيه ما بيحل لك مشكلة. حصلت ثورة لأنه حصلت نتيجة لغلا، والنتيجة ضايقة لأنه المواطن كان ضاق من نقل المعيشة والمواصلات. يعني الآن المواصلات ب10 جنيه، الطالب عشان ما يفطر يصل لحد مدرسته ويجي راجع بياخذ 50 جنيه، الأسرة لو ما عندها تجيب القريج منين؟ الناس يقطعوا تعليمهم. وصلوا رسالة المواطن دي يا جماعة، أنتوا دور 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 الإعلام هو سلطة رابعة، المفروض يوصل للناس الغلا والمرض والجشع بتاع التجار اللي بيحصل في مدينة نيالو وعلى مستوى السودان يا جماعة. فالولاية التي تعتبر من الولايات ذات العمق الاقتصادي المميز في السودان بما يتوفر فيها من موارد طبيعية، تشهد الآن حالة من ارتفاع الأسعار في كل المستويات الاقتصادية، الأمر الذي تسبب في اختلال ميزان الصرف والدخل للإنسان فيها. يعني برغم أن الولاية دي يعني من أغنى الولايات الموجودة في السودان ومن أغنى الولايات اللي يعني بتتصف بالموارد يعني، لكن ما أعرف الغلدة من وين يعني، لأنه إحنا كفئة موظفية يعني بنعاني، الراتب محدود يعني بالذات يعني الراتب محدود، ما قادرين نوفق بين الراتب وبين أسعار السوق. يعني أنا لو مشيت اشتريت لي نص ملوى بتاعت بصل مثلا ب100 جنيه أو 120 جنيه، أهل 120 جنيه أنا راتبي 1500، أها حقدر أوفقه في الشهر كامل؟ ما حقدر. مراقبون للأوضاع الاقتصادية بالولاية عللوا وجود الانفلات في الأسعار لغياب الدور الحكومي الرقابي الناتج من تأخر تكوين الجهازين التنفيذي والتشريعي في الولايات. الارتفاع بتاع الأسعار الجنوني الواحد يمكن يعزيه لعدم رغبة. الحلول المنطقية التسريع بتاع تشكيل الحكومة التنفيذية بالذات في الولايات. وتبقى قضية ارتفاع الأسعار بشكلها الراهن واحدة من موجبات البحث عن الأسباب والحلول من غير وقت انتظار كثير. ارتفاع للأسعار هنا تجاوز حد المعقول وعاق الكثير من الناس عن عملية الشراء، ربما اكتفى بعضهم بالنظر فقط إلى بعض السلع الاستهلاكية. واقع وبحسب المراقبين يتطلب تدخلا عاجلا من جهات الاختصاص لفرض الحلول الممكنة تجاه قضية معاش الناس. مهدي العزيب، الشروق، ولاية جنوب دارفور، نيالا. مشاهدينا جولتنا الاقتصادية من قناة الشروق تتابعون فيها بعد قليل. أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن محادثات التجارة الصينية الأمريكية. تراجعت أسعار النفط الأمريكي لليوم الثاني على التوالي في ظل قلق في السوق بسبب التقدم المحدود في محادثات التجارة الصينية الأمريكية بشأن إلغاء رسوم تجارية، فضلا عن زيادة المخزونات الأمريكية. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لصفر أو نزل 27 سنتا أو 0.47% ليصل إلى 56 دولارا و78 سنتا للبرميل بحلول الساعة 5:49 بتوقيت غرينتش، وليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع والذي سجله الجمعة الماضية حين تنامت آمال اتفاق تجاري. ونزلت العقود الأجلة لخام القياس العالمي مزيج برينت 20 سنتا
أو 0.32% لتصل إلى 62 دولارا و24 سنتا. وفي الوقت ذاته توقع استطلاع أولي لرويترز أمس أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي مما يضغط على الأسعار. تكبد الدولار خسائر في الوقت الذي تضرر فيه الطلب على العملة الأمريكية جراء انحسار الآمال في إبرام اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين. واجه اليوان صعوبات أيضا إذ لامس أدنى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأمريكية في ظل شكوك بشأن مساعي لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتراجع الدولار الأسترالي بعد نشر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن السياسة النقدية، والذي أظهر أن مسؤولين بالبنك المركزي يدرسون خفض الفائدة هذا الشهر، وكانت هناك توقعات كبيرة بأن الولايات المتحدة والصين ستوقعان ما يسمى باتفاق المرحلة الأولى هذا الشهر لخفض التصعيد في حربهما التجارية المستمرة منذ 16 شهرا. استقر الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 7 نوفمبر في الوقت الذي تأثر فيه الإقبال وعلى المخاطرة سلبا بفعل شكوك بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين. ولم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر، وارتفعت العقود الأجل الأمريكية للذهب إلى 0.7% ليصل إلى 1472 دولارا و90 سنتا للأوقية. وتباين أداء الأسهم الأسيوية إذ يفتقد المستثمرون دافعا للتداول انتظارا لأنباء أوضح بشأن التقدم المحرز في مفاوضات التجارة. وتتجه الأنظار حاليا لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية والمقرر نشره غدا الأربعاء. شاهدنا في ختام النشرة الاقتصادية نذكر بعناوينها. وزارة الثروة الحيوانية تعلن خلو معظم مناطق الإنتاج من مرض الحيوان وتؤكد الجاهزية للتصدير للخارج. اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات توصي بالإسراع باستكمال صيانة الباصات المعطلة عن العمل. مجلس الوزراء يكشف عن اتجاه لزيادة فرص توظيف الشباب بمناطق الإنتاج النفطي. إذا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية من قناة الشروق. للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم زيارة موقعنا الشروق.net. في أمان الله.